الحيوانات التي لا تمتلك عمود فقري وليس لها عظام. من هاي الأمثلة الحيوانات اللافقرية اللي هي عندي الفراشة ودودة الأرض والجرادة والحلزون والعنكبوت، إضافة إلى حيوانات أخرى ليس لها عمود فقري. إحنا بالمنهج مالتنا اليوم عندنا الفراشة والجرادة. عندي الفراشة دورات حياتها، راح نتعرف على دورات حياتها وراح نتعرف على الحيوانات معظم اللافقريات كيف تتكاثر. تتكاثر معظم اللافقريات في البيض. إذن عملية التكاثر، من تتكاثر بالبيض المقصود بالتكاثر هو زيادة، كل تكاثر هو زيادة أعداد الكائنات الحية وتنتقل الصفات من الآباء إلى الأبناء. الفراشة تتكاثر بالبيض، الجرادة تتكاثر بالبيض. دورة حياة الفراشة، أول مرحلة من مراحل دورة حياة الفراشة، الفراشة توضع البيضة مالتها على أوراق الأشجار حتى تعيد دورة حياتها. هاي الجزء أو هاي أول مرحلة هي البيضة. البيضة تكون محاطة بقشرة، هاي القشرة داخلها مواد مغذية للجنين. عندما تفقس البيضة يظهر أو يخرج كائن حي صغير يشبه الدودة، هذا أسميه اليرقة. اليرقة العليا هنا تتغذى على أوراق النبات. عندما تكبر اليرقة وتصل إلى حجم معين تثبت نفسها على غصن النبات، تثبت نفسها على غصن النبات. بعد الحين تصبح اسمها العذراء، اسمها العذراء. هاي العذراء عندما تنمو وتكبر وتثبت نفسها على أوراق أشجار النباتات تبدأ محاطة بنشاء يسمى الشرنقة. تبدأ عندها الأجنحة تكون مطوية وتبدأ عندها تنمو أرجل وأجنحة مطوية. عندما تخرج من الشرنقة وأجنحتها مطوية تبدأ تكبر وتصبح فراشة كبيرة مكتملة النمو. إذا دورة حياة الفراشة بيضة، يرقة، عذراء، شرنقة، حشرة كاملة. هسه هاي هنا واضح عندي مراحل دورة حياة الفراشة. عندي المرحلة الثانية هي الجرادة. الجرادة مراحل دورة حياتها. أولا كيف تتكاثر الجرادة؟ تتكاثر بالبيض. معناتها أول مرحلة من مراحل حياتها هي البيضة. بيضة الدجاجة، بيضة الجرادة تكون داخل التربة لتحميها رغوة من يعني تحميها من الجفاف. بعد تفقس البيضة كائن حي يسمى الحورية. الحورية صغيرة تشبه أبويها، صغيرة الحجم، تبدل هذا الهيكل الخارجي الحورية مالت تبدل الهيكل الخارجي 5 مرات. من ناحية تبدل 5 مرات هاي العملية أسميها الانسلاخ، تتكرر 5 مرات. بعد إذ تكبر وتصبح حشرة مكتملة النمو. عندي بعض أهم العوامل المؤثرة في الحيوانات اللافقرية. الحيوانات اللافقرية تتأثر بالظروف المناخية. عندي دودة الأرض تعيش في الأماكن الرطبة. لماذا تعيش في الأماكن الرطبة؟ لأنها إذا تعيش في يعني أماكن درجات حرارة عالية سوف تموت. لهذا اليوم عن دورة حياة اللافقرية.